كابتن بهاء، انت بتقول ان انت كان ليك وقعة فيما يخص مسيرتك في كرة القدم، حابب ان انت لو تحكيها. كنا بنتكلم على حتة المعاملة النفسية للعيبة، انا كمدير فني يعني او كرئيس نادي او اي بوزيشن انا موجود فيه نعم. بتعامل مع لعيبة، اتقي ربنا، بس اتقي ربنا في المعاملة. اصل معلش انا اللعيب ده بيجي لي سنة، بعد كده باخد منه اللي انا عايزه وارميه، ده اللي بيحصل. باخد اللي انا عايزه من اللعيب كويس، بديله حقه مش كويس، خلاص انا بشوف انا بقى هاخد حقه ازاي. يعني حتى انت لما انت انا باجي تقصد ان يكون في احترام ما بين اللاعب والنادي؟ بالظبط العقد بتاعي، صح العقد بتاعي، صح وانا بطلب من اتحاد الكوره او من وزير الشباب والرياضه، الراجل المحترم ويشكر على كل اللي صحيح. بيعمله، بس انا نفسي يعمل لجنه تظلم للعيبه المصريه، لجنة تظلم للعيبة للعيبه المصرية. المصريه، ان انا ابقى عارف ان انا هروح للجنه هتجيب لي حقي، مش هروح اتحاد الكوره. اتحاد الكوره هيقول لي ايه؟ اللوائح. وبطلب برضو ان حضرته يبص في تعديل في اللائحه، اللوائح، يبص في اللائحه بتاعت اللعيبه وحقوق اللعيبه، يعني بص في بند حق انا فسخ التعاقد. بنود اللي هي تخص اللعيبه كلها، اللي تخص لعيب الكوره. انا كلاعب كوره في عقد بينه وبين النادي، وفي لائحه في اتحاد الكوره بتقول ان اللعيب لو فسخ يحصل كذا، لو النادي فسخ يحصل كذا. البنود دي كلها اللي في اللوائح. طيب خليني اوضح للساده المشاهدين، انت المقصود باثاره هذه النقطه ايه او حيثياتها ايه؟ كابتن بهاء مجدي بيقصد ان هناك بند في عقود اللاعبين المدرج باتحاد الكره المصري، هذا البند بينص على ان اللاعب المصري في حال فسخ التعاقد بيتقاضى مبلغ او بيتقاضى نسبه 25%، صح كده يا ده كابتن؟ فسخ التعاقد من طرف من النادي طرف بس، النادي 25%، صح؟ من اما طرف اللاعب الاتنين الاجنبي، مفيش اما حاجة اللاعب الاجنبي 100%. فهنا مية في كابتن المية بهاء بيناشد ان يتم المساواه في التعامل ما بين اللاعب المصري واللاعب الاجنبي، وفي الحقيقه انا بتفق معاه في الجزئيه دي بصراحه. اتفضل يا كابتن. اكيد بقى. معلش انا بيجي النهارده لعيبه كمان، يعني اللعيب اللي بيجي الاجنبي بياخد الدولار، يعني كمان بياخد حقه بالدولار، بس هو عشان بيشتكي في الاتحاد الدولي، هو اللعيب الاجنبي ما بيشتكيش في الاتحاد المصري، فهو ما فيش لائحه بتطبق عليه. انا كلاعب مصري بيطبق عليا اللائحه المصريه، فبتلاقي لعيبه كتير قوي وعقودها يعني ببلاش وبيداس عليهم، ما بيقدروش يتكلموا، ولو راح اتحاد الكوره يشتكي مش هيلاقي حد اصلا يقابله. فمعلش انتوا ليه تتعاملوا مع لعيبه بالشكل ده؟ انا بكلمك بقى بصوت لعيبه كتير قوي، انت لو فتحت الموضوع ده هتلاقي 80% من لعيبه مصر اتحطوا في مشاكل زي دي واتاذوا نفسيا. معلش في لعيبه بتقعد، احمد الله يرحمه وكيله قال ان هو ما عملش فلوس، ما عملش فلوس لان انت بتلعب في الدوري المصري، بتتعامل معاملة مصري. انا باجي مثلا فيفا عقدي حاجة اسمها 25% نسبة مشاركة، مفيش لعيب بياخدها، تشارك ما شاركش بتتاخد، تخصم منك بقى خصومات نتائج طيب لو في اي حد من الساده المسؤولين حابب ان هو يرد على كلام كابتن بهاء مجدي، او حابب ان هو يوضح حقيقه اخرى، احنا انا بنرحب. بقول لك عن تجربه، انا دخلت في الموضوع انا ما ده عنديش المعلومه فما اقدرش ومعايا ان انا المحامي اتكلم بتاعي، في الامور التعاقديه والامور القانونيه، لان انا انا قعدت راجل هنا مذيع سنتين. على الهواء مباشره. انا لو حد بقول لك عايز يوضح من الساده المسؤولين يتفضل. انا على مسؤوليتي، بقول لك انا قعدت سنتين عشان اخد 25% من عقدي، اللي هو انا اللائحه مكتوب فيها ان لو النادي فسخ من طرفه بيدي للاعب 25%، دي حاجه مكتوبه في اللائحه واضحه. خلاص انا جيت لك قلت لك ان النادي فسخ من ناحيته وانا عايز حقي، ليه تقعدني سنتين؟ ليه تقعد تماطل فيها سنتين؟ معلش قيمة ال 25% اللي أنا خدتها بعد سنتين فرقت عن لو كنت خدتها في وقتها، فرقت جامد. فأنت ليه دي حاجة واضحة وصريحة؟ لو معلش. في أي مسؤول من اتحاد الكرة نقدر نجيبه وفي يا حاجة ريت، تانية أنا عايز أنقلها للعيبة برضو، أنت كلعيب معلش ما أو تمضيش، خبير لوائح حتى، يعني مش شرط حد من أنت الاتحاد لو هم كلعيب عندهم كورة تحفظ إن هم يتكلموا في التوقيت ده. أي لعيب كورة ما تمضيش عقد على بياض، كل اللعيبة بتمضي على بياض، بعد كده بيتفاجئوا في الآخر إن في بنود محطوطة وهو مضى عليها. لا ما فيش حد ليه حق إنه يمضيك على بياض أيا كان. فمعلش عايز برضو الحتة دي تتمنع نهائي، ما فيش لعيب في مصر هاد دلوقتي لعيب يقول لك أنا مضيت العقد مليان، يعني شفت العقد بتاعي قريته كده مليان ومضيته. لا العقد بيبقى فاضي وتمضي، بعد كده هم يملوا العقد بقى، يشوفوا الشروط اللي عايزينها، البنود اللي هيحطوها، بيظبطوا هم الدنيا بقى على مزاجهم.